اليوم في رحاب كلية الأدب والعلوم الإنسانية بني ملال كحدث علمي مهم يتمثل في الندوة العلمية حول منظومة حقوق الإنسان مسار تطور. هي ندوة اللي فيها مجموع إلا بدنا نقولوا محطات. المحطة الأولى تكريم شخصية اللي عطات المجال الحقوقي الشيء الكثير اللي هو الأستاذ دريس الهزامي رئيس سابق المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فيها قراءة في كتاب البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي بكل ما تحمله هذه التجربة في الكتابة من دلالات بالنسبة للحق الأكاديمي والحقوقي. وفيها جلسة علمية مخصصة لحقوق الإنسان والحريات العامة من مداخل مختلفة، حقوق السجناء، حقوق المهاجرين، الضمانات القضائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من المداخل. أنا أود أن أحيي هذه المبادرة، مبادرة جامعة السلطان مولاي سليمان وكل المسؤولين والأساتذة والطلبة اللي صاروا على هذا التكريم من جهة للشخصية المتواضعة، واللي صاروا كذلك على تقديم كتاب الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي اللي يتعلق بالبرلمان وحقوق الإنسان، واللي بصراحة هو المرجع الوحيد باللغة العربية الآن على كل المنطقة ماشي فقط في المغرب. تنحيي وتنشكر كل من سهر على هذه المبادرة، سنعتبرها كذلك يعني إشارة لكل المغاربة لتحفيزهم على الدفاع على حقوق الإنسان، على المساهمة بطريقة مواطنة في النقاش العمومي وفي تقدم حقوق الإنسان في هذا الوطن العزيز. في هذه الفعالية في الحقيقة المنظمة من طرف تحت رعاية في الحقيقة الجامعة ديال بني ملال، واللي الموضوع ديالها هو حقوق الإنسان مسار وتطور، واللي أيضا تزامنت مع تكريم أحد قامات وأيقونات العمل الحقوقي اللي هو السي إدريس اليزامي، وأيضا تقديم كتاب ذي نوعية خاصة مميزة اللي هو كتاب ديال السي عبد الرزاق الحنوشي حول البرلمان وحقوق الإنسان. هذه المحطة كنعتبرها مميزة لأنه أولا تذكر هذا الفضاء الجمعوي اللي تتشكل من الطلبة والطالبات بتاريخ ديال التطور ديال حقوق الإنسان في ارتباط مع بعض الأشخاص اللي أثروا فيه سواء من موقع المسؤولية أو بصفتهم مناضلين ومناضلات، ولكن من موقع المسؤولية اللي فيه جوج العناصر الأساسية اللي هي الحفاظ على هذاك الوتيرة الذاتية في إطار تواضع، ولكن في نفس الوقت العطاء المميز اللي كان هادف إلى تأثير في كل مجالات النهوض وحماية حقوق الإنسان. ثانيا بالنسبة للكتاب ديال السي عبد الرزاق الحنوشي كنعتبروا أنه وثيقة مرجعية فيها حصيلة ديال العمل والتجربة على سنين طويلة ديالو أكيد، ولكن فيها أيضا بقدر ما هي وثيقة توثيقية ومرجع للباحثين للفاعلين الصحفيين لكل الفاعلين في الحقيقة، بقدر ما هي أيضا تحكي عن مسار وعن تجربة، وإن حددها في زمن تشريعي اللي هو الانتداب العاشر لمجلس النواب، ولكن هي تمتد في الزمن لأن التجربة نوعية لا من حيث الوقوف على التتبع والتقييم ديال العمل ديال البرلمان أو لا من حيث استشراف وآفاق العمل ديال البرلمان في المستقبل كيف يمكن أن نطوره لكي يلعب أدواره الأساسية مرتبطة بمراقبة بالرقابة ومرتبطة أيضا بصناعة التشريع بشكل أساسي. Good.
هذا اليوم كان يوم دراسي حول كتاب البرلمان حقوق الإنسان مرجعيات وممارسات الذي أصدرته في مارس الماضي، وتناولت يعني مداخلات الأساتذة عدة جوانب في هذا الكتاب، بحيث تم يعني استقراء مضامينه وخلاصاته ومنهجيته. وبطبيعة الحال كانت مناسبة كذلك للحوار مع الباحثين ومع الطلبة ومع نشطاء حقوق إنسان حول هذا الموضوع، موضوع علاقة البرلمان بحقوق الإنسان الذي كان موضوع الكتاب بطبيعة الحال، والذي من خلاله حاولت أن أستعرض كل المرجعيات الدولية التي لها صلة بموضوع حقوق إنسان في علاقته بالبرلمان. وحاولت كذلك في الكتاب أن أعرض لتجربة البرلمان المغربي بمجلسيه، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين، من خلال حصيلة عمل الولاية العاشرة التي امتدت من 2016 إلى 2021، سواء تعلق الأمر بالإنتاج التشريعي أو تعلق الأمر كذلك بمراقبة العمل الحكومي، ولا سيما من خلال آلية الأسئلة البرلمانية. وحاولت كذلك أن أخلص إلى مجموعة من ما اعتبرته يعني أفكارا وتوصيات ومقترحات من أجل تحسين أداء البرلماني في مجال تعاطيه ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان.